سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، خدمة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة أحد متى العاشر بمشاركة قدس الأيكونومس ألكساندروس مخامري، وذلك في كنيسة القديس جوارجوس في صفوت بحضور جمع من المؤمنين من أهالي المنطقة. وأشار سيادته في عدة القداس إلى أهمية الصوم والصلاة في حياة المؤمن، وكيف أن يكون متسلحاً بالإيمان القويم والرأي المستقيم. وعبر سيادته عن سعادته الكبيرة بوجوده بين أبناء الرعية، ضارعاً إلى الله أن يحفظ أبناءها من كل شر ويمدهم بالمعونة والبركة لحياتهم، متمنياً للجميع صوماً مباركاً بمناسبة بدء صوم العذراء. نعم أبنائي، قديش نحن محتاجين للإيمان، والإيمان هي مسألة مصيرية في حياتنا. يعني ما نفكر إنه موضوع الإيمان هو موضوع ثانوي في حياة الإنسان. لا يا أبنائي، إذا انضرب الإيمان في الإنسان، الإنسان بفقد بوصلة قلبه وضميره وفكره فبيضيع. البوصلة شو هي؟ البوصلة الإيمانية. البوصلة الإيمانية الموجودة في قلبنا هي دائما اللي بتنبهنا حتى دائما نمشي كما يجب، يعني نمشي بهدف حياتنا. وأمامنا يسوع، أمامنا ملكوت السماوات، أمامنا خلاصنا. قديش مهم هاي البوصلة في القلب ما تتشوه، لأنها رح تفقدنا البصيرة ورح نفقد الاتجاه. من وين رح نروح؟ رح نتشتت، رح نخاف، رح نقلق. إنجيل اليوم على فم السيد بيأكد لكل واحد فينا، نحن أبناء القرن 21، قديش علينا مهم إنه نهتم بمسألة الإيمان. وهون علينا مسؤولية كبيرة نحن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، إنه نعيش إيماننا ونقدمه للمجتمع وللعائلة وللمدرسة وفي الكنيسة، نعيشه صح حتى نقدم المسيح كنور في العالم. هاي مسؤولية أمامنا، لأنه في زمننا البدع والهرطقات كل مالها ما بتزداد. وفي الختام، قام المطران خريستوفوروس بجولة في أنحاء التوسعة الجديدة للكنيسة وأعمال التشطيبات التي أنجزت فيها، مبديا فخره بالمجهود والإنجاز الذي قدمته اللجنة المشرفة.